انا معايا على الهاتف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات الزراعيه بوزاره الزراعه. انا بشكرك الاول يا دكتور محمد وبرحب بيك طبعا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انتم بتقوموا بدور جميل جدا وانا بناقشه ومعايا في الاستوديو الدكتور اسماعيل ابراهيم. تحياتي ليه. اهلا وسهلا دكتور. وانا عايز يعني اشيد بالدور اللي بتقوموا بيه خاصه في دورات تدريب مطبقي المبيدات. ايوه فعلا. وبطلب من حضرتك مجهود وتواصل مع كل المعنيين بهذه المنظومه ان يبقى ليهم دور من خلال تواجدهم ومن خلال السعي في اصدار قانون بمنع تداول المبيد الا لمن يحمل شهاده او ترخيص بشراء المبيد واستخدامه. تمام تمام، كلام منطقي وكلام مقبول. واحنا الاول بنهيئ لبناء قاعده عريضه من الناس اللي هي تجيد ما يطلق عليه الاستخدام الامن والمسؤول للمبيدات. ايوه. اذا خلقت القاعده ديت وهذه القاعده قوامها على مستوى مصر، احتياجات مصر منها 50,000 مطبق. تمام. 50,000 مطبق يغطوا المساحة المحصولية اللي قوامها 15 مليون فدان أو المساحة الأرضية اللي قوامها 9 مليون فدان. تمام. هذه القوة البشرية المؤهلة لأداء الدور الحيوي الهام هتكون بالفعل هي النواة الرئيسية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي المصري ولوجود بيئة صحية نظيفة آمنة في مصر. وإن شاء الله إحنا ماشيين خطوات في هذا التوجه. وصلنا الآن إلى ما يقرب من أكثر من 15 مليون مطبق مؤهلين الآن. 15,000 15,000 أسف. 15,000 مطبق مؤهلين الآن يعملون في الحقول المصرية، وإن شاء الله خلال عدة سنوات سوف نصل إلى 50,000 مطبق. يعني ده بيتم الآن الاستعداد ليه عشان يتم تنفيذه، إن أنا ما أقدرش أصدر هذا القانون إلا لما أكون قادر على توفير هذه الخدمة. بالضبط كده بالضبط كده. تمام. سؤالي هيكون غريب شوية. التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي هيزيد من استخدام المبيدات. هل النهاردة في توجه هيزيد من استخدام المبيدات بسبب التغيرات المناخية؟ لأن عندي هيبقى في زيادة بظهور حشرات جديدة زي دودة الحشد الجياشة مثلا. دودة الحشد الخريفي. الخريفية. أيوة. الجياشة. أيوة. بتطلق عليها. فده هيزيد من استخدام المبيدات. التوجه النهاردة نحو الزراعة النظيفة ونحو نعم. قانون الزراعة العضوية. ده هيخلينا ان احنا نبتدي نفكر او ان احنا نبتدي نجيز استخدام المبيدات الاكثر تطورا او اللي هي نقدر نقول عليها الامان الحيوي او البي اتش بتاعها يكون سريع مجرد يوم وينتهي. لا، هو كلام حضرتك سليم. ان احنا الان مصر الان مهيئه للدخول الى ما الى 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 قائمه من المبيدات يطلق عليها المبيدات الامنه او صديقه البيئه. أي. احنا بالفعل حطينا استراتيجيه على اساس ان احنا في وصولنا ل 2030 تكون مصر بتحقق ما يطلق عليه الزراعه الامنه النظيفه على الاطلاق. أيوة. مشينا خطوات في هذا التوجه. بنبتدي النهاردة ندخل بالتدريج مجموعة المبيدات الحيوية أو المبيدات الآمنة أو المبيدات صديقة البيئة لتحل محل المبيدات المخلقة شديدة السمية على صحة الإنسان والحيوان. ممتاز ممتاز. وأنا عايز أوضح للسادة المشاهدين اللي لجنة مبيدات الآفات الزراعية ما هوش دورها الترويج للمبيدات، لا، ده دورها تنظيم هذا القطاع الهام والحفاظ على البيئة وصحة المواطن. ده كلام صح. ده صح؟ كلام صح. ده كلام صح. بشكرك على هذا المجهود وعلى هذه المداخلة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا يا دكتور محمد. عايز تعقيب من حضرتك.